نزار الشعري انت اكثر من قلب بالفيست. اي شنو تحب نجاوب سؤال هو شنو هذه الجمله هذه؟ لشكون يقولها نزار الشعري اليوم؟ للشعب التونسي كل قلب فيست الشعب التونسي. الله يرحم من صبح. اوف اوف الحقيقه الحقيقه والتونسي يحب تواجهه بحقيقته. هو ما يحبش اما هذيك حقيقتنا، ما يلزمنا في نهار من الايامات باش نعرفوا كيفاش نداويه ونشخصوا. الشعب التونسي اليكم ساعه معناتها، وهذا من وقت الزعيم معناتها. مع شكون يقلب الفيستا التونسي؟ يقلب الفيستا مع اخوه واخته التونسي. مات الملك عاش الملك الشعب التونسي، ودايور مش كان الشعب التونسي سي كوم سا معناتها. اي جو لو كومبرون تري بيان. انت ليه؟ يعني شعب زويلي. انت ليه؟ انا ولد الشعب التونسي محمد خميس. قلب فيستا نزار الشعري؟ إني أكولي كون كي نشونش با دافي مون أمي. باهي تلطيف الجملة هذه. حركة كارتاج الجديدة أنت رئيسها مع حركة جمهورية كارتاج، تدعوين إلى مؤتمر وطني حول إحياء جمهورية كارتاج الجديدة. خلينا نوضحوا للعباد برشا كارتاج وكارتاج وكارتاج، شنو اللي صار؟ مع العلم اللي بديت من الأول بشكاية يتهموك بالتحيل والاستيلاء على الفكرة ولا الاسم. الحقيقة ما شكاوش باش تبدا الأمور واضحة. اتهام بالتحيل. أي هما قالوا إنه إحنا فكينا لهم الفكرة وكل شيء، ولكن وقت حكينا مع بعضنا فهموا إنه الحكاية أو لأن ما كانش عندنا فكرة جملة على حاجة اسمها جمهورية كارتاج، ووقت اكتشفنا الخدمة الكبيرة اللي يخدموا فيها الحقيقة خدمة متميزة، وإحنا الآن اليوم فرحانين إنه كلمة كارتاج وكلمة جمهورية كارتاج وكارتاج الجديدة بهذا التنوع قاعدة تتكرر برشا في الساحة. اليوم شفنا الأستاذ صافي سعيد معناتها في البيان التأسيسي نتاع حركته في النقطة 16 قال أدعو إلى إعلان قرطاج الجديدة. أول من أعلن عليه نجي جلول. زاد ظهر بعد نجي جلول قال أنا نحب نجي جلول خدم برشا على زاد كيف كيف على قرطاج. كان غيروا حتى العاصمة. إكزاكتومون كان غيروا العاصمة دي بلوجر دي فلوجر. اليوم كلمة قرطاج الجديدة أو قرطاج أصبحت موجودة كتامة، يعني تام موجودة في الرأي العام، وذاك علاش احنا قلنا اليوم بدل أن نفرق هات نجمع حول إمكانية أنه نحكيه على إعادة بناء قرطاج اللي هي مصدر ورمز. يعني كيما شفت مثلا مصر اليوم كيف تحب ترجع الإشعاع متاعها ترجع للفراعنة أردوغان والأتراك وقت حبوا يوريوا قوتهم وراوا العثمانيين. أنا كل دولة وقت تحب توري قوتها توري المرحلة اللي كانت فيها قوية وعظيمة. احنا تونس كانت قوية وعظيمة في 500 سنة حكمت فيهم قرطاج في العالم القديم. اذا لما لا استعمال هالمادة الدسمة هذية لإعادة تسويق اخر لبلادنا. يعني ريبراندينغ. يعني شهاب يقول ريبراندينغ معناها نبدلوا اسم تونس بكارتاج. لا ليس فقط هي قيم، هي افكار، هي بحوث، هي ناس خدمت، هي اليوم اعراق تشكلت في تونس. ولكن هذا الكل وقت تمشي انت الولايات المتحده الامريكيه تقول لهم تونس تونيزيا يقول لك ماليزيا اندونيزيا ما يعرفهاش. وقت تقول له كارثاج كارثاج ويبدا يحكي لك على هانيبال ولكن ما يعرفهاش فين تجي. وهذا عيب كبير. اليوم مثلا تلينا ولا اسبانيور كل عام يحتفلوا بحنا بعلو وبمعارك وبقرطاج، ولكن وقت تجي تقول لهم كارتاج يحسبوها كارتاجين نتاع اسبانيا. راهي قرطاج موجوده في اكثر من 100 بلاصة في العالم. اليوم آن الأوان لتونس أن تستعيد قوتها ومجدها وتستعيد اسمها. ما في حد شيء مش عيب، ولكن هذا يبقى طرح للمجموعة. احنا طرحنا وهنا مش نحبوا نعملوا مؤتمر. أهم نقاط فيه شنو نزار الشعري؟ اليوم المؤتمر هو اللي مش يفتح الباب لكل من هو عالم تاريخ، لكل ما هو عالم اقتصاد، لكل ما هو عالم جيوسياسية وكل عالم سياسي. هات نحكي على المنطلق اليوم، هل الريبراندينغ في المرحلة هذية نتاع تونس يكون فكرة باهية ولا ومبني على شنو؟ شنية الدستور نتاعو هالريبراندينغ هذا؟ كيفاش نخدموه مع بعضنا؟ كيفاش نحيو الفوارق؟ كيفاش نجعلوا البلاد اللي مثلا في القصرين وفي قفصة وفي توزر متقلقين من الجانب الساحل على خاطر بالنسبة ليهم الساحل خذا أكثر، كيفاش نعملوا هالتوازن هذايا بشكل حقيقي؟ كيفاش الشمال الغربي يولي يشبه للشمال الشرقي؟ من أولويات التونسي اليوم، من أولويات التونسي الريبراندينغ هذايا اللي نحكيوا عليه؟ لو كان تدري أنه أقوى وأكبر اللي معناتها الميلتي ناسيونال آخرهم فيسبوك وقت يلقى ثم إشكاليات كبيرة، الريبراندينغ هي فرصة لعملية عصف ذهني، برين ستورمينغ مفتوح للجميع باش نبنيه مع بعضنا. راهو خاطر اللي تبناه وفيه برشا تراكمات، السيء فيه كان اكثر من الجيد، الفرقه فيه وعملوا كل شيء باش يفرقونا محمد. فرقونا على اساس الجنس، فرقونا راجل امراه، شمال جنوب جهويه جمعيات. اليوم إلي طون دو ريفوار لا شوز اون جلوبال اون ماكرو. وعملية الريبراندينغ هذية إذا وافقت عليها المجموعة الوطنية وما هو إلا طرح، يعني من غير سخرية ومن غير ضحك ومن غير محاربة، هو فرق
الطرح هات نحكيو فيه، هات يكون رجاء عندك رحابة الصدر صديق المستمع صديق المواطن عزيز القرطاجي، هات نسمعوا وهات نناقشوا مع بعضنا إمكانية ريبراندينج كبير وحلمة نحلموها مع بعضنا لا أكثر لا أقل. اليوم كحلمة فما إقبال تحس الشباب بدأ يفهم فيها؟ لو ما كانش ثم إقبال راهو البيان هذاك ما خرجش، لو ما كانش ثم إقبال راهو البيان هذاك بالأرقام ونحن نعمله في الحلقة ظهر لي من أكثر الأرقام متابعة أرقام قياسية. أنت تعرف أرقام للناس اللي تتابع فيك للناس يعني شبابك نشط برشا على السوشيال ميديا، ومش شبابي هو شباب تونس شباب قرطاج شباب جمهورية تونيفيزيون الشقيقة كلهم مرحبا بهم وأنا شاكر لهم وساندتهم ووقفتهم ولن أخذلهم البتة. تستثمر في الشباب نزار الشعب؟ أنا أستثمر في تونس شبابا وشيبا وأستثمر في تمرير جيلي للمعرفة والسلطة، لأنه الشباب وحده ما ينجم يعمل حتى شيء، وللأسف هذه ما فهموهاش اللي قبلنا. اليوم إلي طان دو بروغرامي اي دو ديفلوبي كيلك شوز أنسومبل، الخارقة العادية لازمنا نخدموها، عندنا كفاءات ممتازة، عندنا عباد خدمة، حان الوقت أنها تكون في مجلس حكماء، مجلس شورى، مجلس سيناتورز، الخدمة نتاعهم هي تمرير التراكم المعرفي إلى جيل قادر على التنفيذ. أطمح لي أن أكون أصغر رئيس جمهورية في تونس. Why not? Why not? صحيح يستشيروك في تشكيل الحكومات نزار الشهري؟ أنت قلت علاش يستشيروك؟ نسأل أنا قلت صحيح ولا لا؟ نجم تقول لي لا؟ لا. تبسيمتك تقول عكس هذا نزار الشهري. مش ما نقولش الكواليس تقول عكس هذا. شنو تحبني نقول لك معناها؟ يستشيروك في تشكيل الحكومات. السياسة فيها أشياء تقال يا محمد. وأشياء لا تقال. لكن وقت اللي نسلطوا عليهم الضوء تولي تتقال. لا. لا لو ما سألتكش عليها تنجم تتعدى ما تقالش، حتى لو كان سألت عليها ما نجمش نجاوب. يستشيروك في تشكيل الحكومات؟ لا. علاش يستشيروك؟ تنجم تخليها في 20% نتاع الكذب نتاعي معناتها مش مشكل. علاش يستشيروك؟ هاني بدلت سؤال. قلت لك لا. علاش يستشيروك؟ علاش انا نقول لك علاش باش يستشيروني؟ اليوم شنو المناصب اللي تستهويك في انتظار الانتخابات لو انت تطمح المنصب مهم؟ اليوم مستشار لدى رئيس الجمهورية يستهويك المنصب؟ لا. لا. ما وزير؟ كيف كيف لا. رئيس حكومة؟ كيف كيف لا. كيف كيف لا. على خاطر الوضعية تقتضي الحقيقة أنه نكون في الميدان ونحضر المراحل القادمة أهم اللي نكون مشغول بمنصب. به خليني تو نقول في الميدان أنا الجملة اللي حبيت نوصلولها في الميدان شكون اللي عاش الميدان قبلك؟ شكون اللي عاش التجربة هذه؟ عليه الأستاذ قيس سعيد مثلا نسميه له مارشور بلون، معناتها عمل برشا وتقابلنا وتقاطعنا في عدد من الجهات، رجل كان دائما في الفترة برشا، لكن الفرق بيننا نحن مثلا وبين عباد أخرى، الأخرى يعملوها كان وقت الانتخابات. يعني أنا اليوم قيس سعيد مثلا ما عملهاش كان وقت الانتخابات، وأنا كيف كيف من 2011 لليوم ما قصيتش على الدوران في، يعني أنا كرهبتي ما زدت عمرها 5 سنين ويعني بعتها في 320,000 كيلومتر. تبارك الله سيارة فاخرة جدا معناها 320,000 حتى 320,000 كيلومتر مهما كان يا صديقي وأنت تسوق وهذه العباد اللي تسوق لا تقلل معناتها من عذاب هذه السيارة معي، على خاطر يرحم والدين والديها استحملتني ما لا يمكن أن يستحملها ومعناتها شخص. موتور ألماني يستحمل فوق المليون، مدخلنيش في دعاية، مدخلنيش في دعاية، عمل دعاية أخويا، مدخلنيش في دعاية. نبيل القروي أيضا شبيه؟ عمل نفس اللي تعمل فيه تقريبا. لا 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 يشبهوك بنبيل القروي؟ شوف كما قلت لك هي عبير، وشكون يشبهني؟ عبير. عبير حبت تشبهني بالنهضه ما نفعتش، حبت تشبهني بقيس سعيد ما نفعش، تو حاولت تشبهني بنبيل القروي. انا نشبه لشخص واحد اسمه نزار الشعري، شبهني بنزار الشعري وانا عتني كيما تحب، وفي النهايه راك هك حاولتي معناها اختنا عبير. انا نحب نخدم معك عبير، كلمني خلينا نخدموا مع بعض، يزينا من حكايه الفارغه، راهو انا ولد التجمع وانت بنت التجمع وانا اقرب الناس للدستور الحر ونجموا نخدموا مع بعض.